في برضو رسالة بتقول ده حلم البابايا، كان متقدم لي شخص وبابا حلم بتعبان أخضر بيمشي ورا أمي اسمها أمل، ولقى عملة معدنية أكلها وكبر ومشي وراها لحد ما لقى بيضة مسلوقة وأكلها ولف ورجع ولف ورجع. حلم تاني، جدتي المتوفية كانت بتديني كتاب أعتقد لونه بني مكتوب عليه تاريخ 22/7، بس ما كنتش أخدته في الحلم. بصي، التعبان ما يشفعلوش لونه هنا، طالما كل لا يشفع له لونه الأخضر. معناه أذية من شخص يدعي الصلاح يدعي الخير، لكن هيخسرهم أموالهم، بيتكلم كتير لأن العملة ظهورها دي معناها كثرة الكلام والرغي، تمام، وكل البيضة معنى كده إن هو كمان مش بيخلف، يعني عنده أزمة في موضوع الإنجاب. والعملة المعدنية، ما انا بقول لك كلام رغي، بيرغي كتير وعنده يعني وكبر كمان على كده، يعني هو متعود على كده. فمش الرؤية مش الشخص ده مش كويس. حاولوا بقى نصلي بقى استخارة، بس ما نستناش رؤية، نشوف بقى الاستخارة. ما بتصليهاش مرة واحدة على فكرة، الناس بتصليها مرة واحدة وتطبق ايديها وتنام. لا، الاستخارة بتتصلى يعني على حسب ما قرأت في العلماء الكبار سبع ايام. طب وحلم جدتها ان هي بتديها ايه؟ كتاب؟ كتاب يعني تقريبا لونه بني ومكتوب عليه تاريخ 22/7 بس هي ما اخدتهاش. طيب، هو عامة رقم سبعة ده يخص الأموات، احنا قلنا سبعة 700 7000 مش عارف ايه، ده يخص الأموات. 22 ده نصر ليها، عشرينات دي نصر، فهو في أمر ما هي مستنياه، الكتاب ده أمر في حياتها، الكتاب ده حياتنا. تمام؟ بني إن شاء الله بإذن الله، اللون البني مستحب جدا، إلا بس في موضوع الأحذية اللي أنا واقفة عنده. مش حلو اللون البني في الأحذية، بس إيه، هي إن شاء الله هيحصل لها حاجة كويسة نصرة ليها، بس ما تنسينيش بتقول لها إيه من صالح الدعاء وصدق الجري. حلو.